994 بنطاره هذه اللي راها واجده على كاباسيتي ستوكاج ديال سيريال على نيفو الولايه ديال بيبي. حنا ان شاء الله مع هادو زوج مشاريع ان شاء الله اللي رايحين يتجسدوا رايحين نلحقوا 3 ملايين قنطار على مستوى ولايه برج بوعريش. هذا استطيع نكونوا تعزز لنا قدرات التخزين. احنا في ولايه برج بوعريش استفدنا من منشاتي تخزين جديدتين، الاولى على مستوى منطقه خليل اللي راح تكفل بالمنطقه كلها، وهذه اللي موجوده على مستوى برج بوعريش. احنا على مستوى ولايتنا بهذه المنشاتين راح نحتلوا الرياده في طاقه التخزين على المستوى الوطني. إذن هذه المنشآت سيضافان إلى الطاقات المتواجدة حاليا. بالإضافة إلى التخزين هناك كذلك جناح متخصص لمعالجة الحبوب، واللي هي كذلك هدف استراتيجي جديد خاص فيه يعني السلطات العمومية حتى تكتمل الحلقة.